بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عيسى عبد الله ظريف نانيس، أحد من ساكني منطقة أبو كماش منذ سنة 1988، وقد عشرت بناء هذا المسجد من تأسيسه. تم جمع تبرعات من الأهالي، كما تم تبرع من قبل الشركة العامة للصناعات الكيماوية بمبلغ حوالي 15,000 دينار لاستكمال بناء هذا المسجد. هذا المسجد هو المسجد الوحيد الذي في هذه المنطقة، امتدادا شرقا من زلطن والطريق الزراعي زوارة وإلى غاية راس جدير. هذا المسجد الوحيد طبعا بالمنطقة. نحن نعلم أهمية المسجد سواء للمتساكنين، أنه تقوم به صلاة الجمعة والصلوات الخمسة. نحن كمسلمين نحتاج إلى مسجد في أي مكان نكون فيه، فما بالك نحن في منطقة حضارية تعتبر. نحن موجودين على الطريق الساحلي، ونعلم ما يعني الطريق الساحلي بالنسبة للمسافرين العابرين إلى تونس أو القادمين من تونس إلى ليبيا. لذلك نحن نعتبر هذا المسجد هو أحد ركائز هذه المدينة، فهو نستطيع أن نقول أنه يقدم خدمة الفندقة بهذه المدينة، فلا توجد حمامات عامة في هذه المدينة، كما لا توجد فنادق بهذه المدينة، فأغلب المسافرين يقصدون هذا الجامع. كما لا يخفى على أحد أن صلاة الجمعة هي أحد الفرائض التي فرضها الله علينا، ولا تصح إلا بالمسجد، ولا تصح إلا بالمسجد. لذلك نحن نعتبر هذا المسجد من أحد الأساسيات لأي مدينة. لذلك كما أنه توجد به حلقة لتحفيظ القرآن، حلقة للفتيان، وحلقة أو للذكور، وحلقة للنساء، وكما يقدم كما أسلفت سابقا في خدمات في مثلا في رمضان نقوم به في المائدة الرمضانية للمسافرين. ونستطيع أن نقول أننا في حاجة ماسة إلى هذا الجامع أكثر من أي شيء آخر. وشكرا والسلام عليكم.